في بداية الجلسة اسمحوا لي أترحم على روح الشهيد الأسير نصار طقاطقة ونشاطر عائلته الألم، ونحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن استشهاده أثناء خضوع للتحقيق من قبل قوات الاحتلال، ونطالب الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبتهم. وكما تعلموا ووفقا لتوجيهات سيادة الرئيس، أنهينا بالأمس زيارة للعراق الشقيق استكمالا لجهود الرئيس وبناء على توجيهاته وتوجهات الحكومة بالانفكاك من العلاقة مع الاحتلال. استقبلنا في العراق بكل الروح العروبية والروح الأخوية، والدفء الذي نلناه من دولة رئيس الوزراء، وأقدم جزيل الشكر له ولأخوانه الوزراء ورئيس الجمهورية العراقية الذي استقبلنا بكل حفاوة، ورئيس البرلمان. ورأينا في العراق أهلا وشعبا وإخوة وأخوات أعزاء على فلسطين، وقلنا في العراق أن فلسطين تعشعش في قلب كل عراقي. وبالتالي الوزراء عملنا عدة اجتماعات، وهذه الاجتماعات كانت اجتماعات مثمرة جدا. أهم نتائجها أن الإخواننا الفلسطينيين في العراق سوف ينالوا معاملة العراقي وبكامل حقوقهم وبكامل الاستحقاقات لهم. هناك حوالي 7000 فلسطيني في العراق، وقد أبلغني دولة رئيس الوزراء وكذلك سيادة الرئيس أبلغوني وكذلك رئيس البرلمان، جميعا أبلغونا أن الفلسطينيين سوف يتم احترام كامل حقوقهم في العراق الشقيق. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، العراق ستقوم بالإيفاء بكامل التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية كما تعهدت بذلك في الجامعة العربية. كان هناك معنا وفد من القطاع الخاص الفلسطيني، وكانوا على مستوى المسؤولية، وكان هناك اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي القطاع الخاص العراقي، إضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الوزراء من الجانب الفلسطيني والوزراء من الجانب العراقي، وتحدثنا في القضايا المتعلقة بالاستيراد والتصدير والاستثمار والزراعة والتصدير الزراعي، وكذلك القضايا المتعلقة بفتح بنوك فلسطينية في العراق. وفوق هذا وذاك تحدثنا في القضايا المتعلقة باستيراد البترول وغيره. وبصراحة احنا كما ذكرت، دولة رئيس الوزراء الأخ المناضل عادل عبد المهدي قال أن أسواق العراق، وزارات العراق، مؤسسات العراق مفتوحة لكل ما هو فلسطيني، وسوف نقوم بتأسيس شركات بين القطاع الخاص الفلسطيني وبين القطاع الخاص العراقي، كذلك إضافة إلى بعض العمل المشترك بيننا كحكومة وبين إخواننا العراق أيضا، وسيكون هناك لجنة للمتابعة من جانبنا ومن جانبهم. اسمحوا لي أيضا أن أذكر أمامكم أنه غدا سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة، وبهذه المناسبة أتوجه بكامل الشكر باسم الرئيس أبو مازن إلى طاقم وزارة التربية والتعليم وإلى المعلمين وإلى رجال الأمن الذين حافظوا على سير الامتحان على أكمل وجه، وإن شاء الله أن النتائج تكون مبشرة لأبنائنا وبناتنا غدا. نسمع نتائج طيبة إن شاء الله. دكتور مروان، شاكرين ومقدرين جهدك وجهد إخوانك في الوزارة. أيضا اسمحوا لي أذكر أمامكم أنه تم أمس توقيع اتفاقية نقل الحجاج من القاهرة إلى جدة، وأيضا سيكون هناك 4 دفعات من الحجاج من أهلنا بقطاع غزة إلى الأراضي السعودية المباركة، وسيكون هناك 2 دفعة من الحجاج من الضفة الغربية إلى الأراضي المقدسة. وبهذه المناسبة بحب أشكر إخواني في جمهورية مصر العربية،
الرئيس عبد الفتاح السيسي وطاقم وزرائه وكذلك الإخوان في جهاز المخابرات المصرية العامة الذين يسروا لنا كل ما هو ممكن، والشكر موصول إلى إخواننا في المملكة الهاشمية، في المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك عبد الله الثاني، طاقم الوزارة وكل الإخوان العاملين على المعابر في الأردن الشقيق. الشيء الآخر اللي بحب أذكره أمامكم أيضا أنه نتمنى أنه خلال هذا الأسبوع يتم توقيع تعديل قانون السلطة القضائية، هذا الأمر الذي انتظرناه كثيرا ونأمل أن يتم إنجاز هذا القانون بتوقيع سيادة الرئيس عليه. هذا الأمر متروك لسيادة الرئيس، ولكن إن شاء الله أنه نسمع نتائج طيبة، لأنه بصراحة موضوع القضاء هو يشكل أمر هام جدا ليس للحكومة ولكن للبلد بشكل عام. هذه القضايا اللي حبيت أذكرها أمامكم في هذا الصباح. بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية.